سلام بنات، كنتمنى احوالكم والصحه ديالكم كذلك تكون طيبه على خير. اليوم جيتكم فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غنحضر معكم فطائر او سندويتشات اللي كتجي هائله في المذاق، وكذلك اللي بحشوه اللي اقتصاديه واكثر من هائله. من قبل ما نبداو كنتمنى تضغطوا على زر الاشتراك وما تبخلوش عليا باللايك ديالكم. بالنسبه لعجين تحضير السندويتشات كنحتاجو 500 غرام ديال الدقيق الابيض، عندي 3 معالق ديال زيت الزيتون، قليل من الملح، ملعقه كبيره ديال خميره العجن، ثم 2 معالق ديال السكر سنيده، ثم الماء دافئ. اول حاجه كناخذ الاناء اللي فيه الدقيق، ثم كنضيف ليه الملح، كنضيف كذلك 2 معالق ديال السكر سنيده، ملعقه كبيره ديال خميره العجن، ثم 3 معالق ديال زيت الزيتون اللي ممكن تعوضوها بالزيت النباتيه، او ملعقه كبيره ديال الزبده. كندخل العناصر مع بعضياتها، ثم في هذه الاثناء كنبدا نضيف الماء تدريجيا. بالنسبه للماء خاص يكون دافئ. كنبدا نخلط الخليط بهذا الشكل كما كتشوفوا. وبالنسبه للقوام ديال هذا العجين خاص يكون رخو، ما يكونش قاصح وما يكونش خفيف بزاف، يعني خاص يكون بهذا الشكل كما كتشوفوا كيتلصق في اليد. هذا هو القوام النهائي ديال العجين اللي خاص يكون فيه. ثم من بعد كنفرغ العجين ديالي فوق سطح العمل، ثم كندلكو جيدا بهذا الشكل. ضروري ما ندلكوه الا بغينا هاد السندويتشات ينجحوا معانا. من بعد ما دلكت العجين كما كتشوفوا القوام ديالو النهائي، كنعاود نرجعوا الاناء اللي كنت عجنته فيه، ثم كندهنوا من فوق بقليل من الزيت النباتيه كما كتشوفوا، ثم كنغطي عليه بلاستيك الغذائي وكنخليه حتى كيختمر ويتضاعف الحجم ديالو. من بعد ما خليت العجين يختمر، في هذه الاثناء غندوز نحضر معكم الحشوه. بالنسبه للحشوه اللي عندي فيها هنا 500 غرام ديال صدر الديك الرومي، عندي كذلك الفلافل الملونه الحمراء والخضراء، عندي كذلك 2 بصلات متوسطين اللي مشلضين كبير، عندي كذلك 3 ديال الفرماجات متلتين. بالنسبه للتوابل عندي ملعقه مملوءه جيدا ديال الفلفل الاحمر او التحميره، عندي كذلك نصف ملعقه ديال الكمون، عندي كذلك ملعقه ممسوحه صغيره ديال الزنجبيل، ملعقه مملوءه ديال الكركم او الخرقوم عرق، نصف ملعقه صغيره ديال الابزار او الفلفل الاسود، نصف ملعقه صغيره ديال القزبر مطحون، ثم بودره ثوم قليل وقليل من الملح. نستعملو فقط غير قليل لان الفروماج مالح، باش ما تجيناش الحشوه مالحه، ونحتاجو الزيت النباتيه وكذلك الخس. ندوزو الطريقه على بركه الله. اول حاجه كنجيب المقلاه اللي كنشعل عليها النار، ثم كنوضع فيها الزيت النباتيه من بعد ما سخنات، ثم في هذه الاثناء كنضيف البصل كما كتشوفوا اللي مشلضاه شويه متوسط، كنقليه وكنخليه حتى كينزل واحد شويه. من بعد ما تقلى لي البصل ونزل شويه، في هذه الاثناء كنضيف الفلافل كما كتشوفوا هنا، عندي الفلافل الخضراء والحمراء، ممكن فقط تكتفيوا بنوع واحد فقط. ثم كنقلي الكل جيدا كما كتشوفوا. من بعد ما تقلت لي العناصر، في هذه الاثناء كنضيف قطع ديال صدر الديك الرومي اللي ممكن تعوضوهم كذلك بصدر الدجاج، ثم كندخل القطع مع البصل والفلافل. من بعد ما نزل لي الكل، في هذه الاثناء كنضيف التوابل كما كتشوفوا الكركم، الابزار، القزبر، ثم التحميره والملح، ثم كندخل التوابل مع الفلفل والبصل وصدر الديك الرومي حتى كتدخل مع بعضياتها، وفي نفس الوقت كيتقلاو. من بعد ما تقلى لي الكل كما كتشوفوا، كنخليهم فقط كيطيبوا غير بداك الماء اللي كتلقوا البصل والفلافل، ما كنضيفش الماء نهائيا كما كتشوفوا. كذلك قطع الدجاج او صدر الديك حتى هي مقطعهم قطع متوسطه. من بعد ما تقلى الكل جيدا، في هذه الاثناء كنضيف الفرماج مثلثات. بالنسبه لهذا الفرماج راه كيعطي لهاد الحشوه واحد المذاق رائع، وكذلك يخليها كتجي معلكه. من بعد ما كندخل الفرماج جيدا مع الحشوه، في هذه الاثناء كنطفي عليها، ثم من بعد كنرجع للعجين من بعد ما اختمر، كنزول عليه البلاستيك الغذائي كما كتشوفوا، ثم في هذه الاثناء كنفرغوا فوق سطح العمل كما كتشوفوا الحجم ديالو ضاعف. ضروري ما كنرشوا سطح العمل بالدقيق الابيض، لان كما كتعرفوا ان العجين خليناه خفيف واحد شويه وكيتلصق. ثم في هذه الاثناء كنفرغوا من داك الهواء اللي تيكون في الوسط، ثم كنقسمو على جوج، كناخذ العجين الاول ثم كنشكلو على شكل طولي، ثم كنقطعو قطع بهذا الشكل، ثم كنعملو كويرات
اللي كيكون الحجم ديالهم شويه صغير بهذا الشكل كما كتشوفوا في الصوره. من بعد ما شكلت الكويرات في هذا الاثناء غنوريكم تشكيل ديال الساندويتشات اللي غنعمل معكم اليوم. كما كتشوفوا كناخذ الكره ثم كنضغط عليها من الوسط بهذا الشكل، ثم كنعملها على شكل طولي كما كتشوفوا. من بعد ما عملتها على شكل طولي كنضغط على واحد شويه باليد كما كتشوفوا، كنقادها جيدا ثم كنضغط عليها حتى كيجينا الشكل المرغوب فيه. كناخد كذلك واحده اخرى كما كتشوفوا، كنجمعها من الوسط بهذا الشكل بالاصابع، ثم كنعملها على شكل طولي كما كتشوفوا بهذا الشكل. من بعد ما شكلتها كنضغط عليها واحد شويه باليد ديالي ثم كنقادها كما كتشوفوا. العجير راه بدا كيختمر معانا هنا اكثر، ثم كنخليها جانبا. كنبقى مستمره في تشكيل العجين كامل، كنقاد لهم جوانب وفي نفس الوقت كنعملهم بالشكل المرغوب مع الضغط عليهم من فوق. من بعد ما كملتهم كنوضعهم في صفيحه اللي وضع فيها ورق الطبخ ورشاه بقليل من الدقيق الابيض. ممكن تدهنوا اللاطه فقط بقليل من الزيت وترشوا بالدقيق. ثم في هذا الاثناء كنضغط على الساندويتشات او الفطائر بهذا الشكل. من بعد ما كملتهم كنجيب واحد السكين ثم كنشرطهم بشكل مائل كما كتشوفوا، كنزيدوهم واحد الجماليه وكيجي كذلك الشكل ديالهم رائع. كنبقى مستمره حتى كنشكلهم كاملين، وكندوز كذلك اللاطه الاخرى بنفس الطريقه. من بعد ما كنكملهم كنخليهم يختمروا للمرحله الثانيه، هنا كنخليهم فقط 10 دقائق. من بعد ما اختمروا وضعف الحجم ديالهم كنجيب صفار البيض اللي وضع معاه قليل من الحليب، ثم كندهنهم من فوق كاملين حتى كنكملهم. من بعد ما كنكملهم كنزينهم. بالنسبه للتزيين كيبقى لكم الاختيار، ممكن تزينهم باي حاجه عندكم. انا بالنسبه ليا هنا زينتهم بالزنجلان الاسود وكذلك بالابيض وبافو. ثم كندخلهم الفرن اللي شعله على درجه حراره 200 حتى كيتحمروا من اسفل وينتفخوا، عاد كنشعل عليهم فوق. من بعد ما طابوا كيبقى هذا هو شكلهم من بعد ما خرجتهم من الفرن. كما كتشوفوا الشكل ديالهم راه كيجي رائع وكيجي هائل وكيجيو رطبين وقطنيين كما كتشوفوا. هنا غنقرب لكم واحده، كما كتشوفوا اللون ديالهم راه كيجي ذهبي من اسفل ومن فوق، كذلك كيجيو رطبين وكيجيو بحجم واحد. هنا غنحل لكم واحده باش تشوفوا الشكل ديالها من الداخل. كما كتشوفوا كيجيو رطبين قطنيين. غنوريكم كذلك واحده اخرى، فعلا كيستحقوا التجربه، كنتمنى تجربوهم. في هذا الاثناء غندوز الحشوه اللي غنعمرهم بها، اللي كنحتاج فيها كما شفتوا الحشوه اللي حضرت معاكم والخس، وكذلك ضفت ليها الفرماج المبشور. كنجيب ساندويتشه كما كتشوفوا هنا او الفطيره، كنوضع فيها الخس ثم كنوضع كميه من الحشوه. كنتمنى فعلا تجربوا هاد الفطائر او الساندويتشات، راه كيجيو هائلين في المذاق. ثم كنضيف قليل من الفرماج المبشور اللي كيبقى اختياري كما كتشوفوا الشكل ديالهم. كنجيب كذلك وحده اخرى بنفس الطريقه، كنوضع الخس هو الاول ثم كنضيف الحشوه ثم كنضيف كذلك الفرماج مبشور. كنبقى مستمره حتى كنكمل الكل. كيبقى هذا هو الشكل النهائي ديال الساندويتشات اللي حضرت معكم اليوم او الفطائر. كما كتشوفوا حضرتهم معكم بعجين اقتصادي واللي مكوناته اقتصاديه وبسيطه موجوده في اي بيت، كذلك الحشوه كما لاحظتوا اقتصاديه وسهله في التحضير. نتمنى فعلا هاد الساندويتشات او الفطائر تحضروهم لانهم كيستحقوا التجربه، وتردوا عليا في التعليقات ديالكم. وشكرا، مع السلامه، الى فيديو اخر.